بسم الله الرحمن الرحيم سيمنم الله سبحانه ميلوستيفو ساميلوس. بارك الله فيكم أبو فهد. شيخنا لم يتبقى معي إلا 3 دقائق فقط على نهاية الحلقة. مسألة في قضية العلل والشرك بالله عز وجل ذكرنا يعني كثير منها. هل يعذر المشرك بالجهل؟ أظن هذا يوافق تقريبا سؤال الأخ علي من السعودية، هل العوام الرافضة مشتركون في نفس الحكم مع علمائهم؟ هذا يعني مسألة هي مهمة جدا، وإن كنا ما انتهينا من أوقعهم في الشرك. يتسع المقام خلينا نكمل فيها يبقى لها حلقة يمكن العذر بالجهل. ومبدئيا نحن نقول الشرك الأكبر لا عذر بالجهل في وصفه أنه مشرك، فنقول مشرك جاهل، من يدعو صاحب القبر من يستغيث به مثل الرافضة مثل هؤلاء نقول مشرك جاهل. يقول طيب هل يعني معناتها أنه يقتل؟ لا، العقوبة غير الحكم غير الوصف، الوصف يختلف عن العقوبة، الوصف غير العقوبة. فالعقوبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب بعض من جاءت منهم كلمات، والعقوبة في الدنيوية إنما تكون بعد إقامة الحجة، يعني بعد العلم، لكن بعد عمله أنه مشرك ويطلق عليه أنه مشرك. نعم، حتى الكفار اليهود النصارى، اليهود النصارى كفار عندنا، ولذلك لا نقاتلهم، واللي هو العقوبة، حتى إيش بعد إيش؟ بعد ما ندعوهم، بعد العلم يعني بعد الرسالة. وهذا هو الأصل، العقوبة لا تكون في الدنيا أو في الآخرة إلا بعد الرسالة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، ما قال ما كنا مكفرين حتى نبعث رسوله، هم كفار قبل بعثة الرسول، فلما جاءهم الرسول لإقامة العقوبة الآن الدنيوية والأخروية، فيقاتلهم بعد ما يعلمهم ويدعوهم. وهؤلاء أيضا بعد ما يعلمون ويدعون إلى التوحيد إن كانوا تحت ظهرانينا نحملهم إلى القضاء ويعاقبهم بعد، لكن التفصيل فيه يأتي إن شاء الله بعدين. طيب.